ظهر مخبز مساء يا جماعة هاي شفناها كنا سادين باب والله مكتب ف قام صيح ما نعرف اول مره شفناها قام صيح جبنا له صوصج زياد وكمون و بس قد حلو هذا فحل هذا جو بارد خطيه جوع لا اكل لا شرب هذا لو ودو اخر من الصوص هذا من زيك مي بيش اطير ماكو طاسه وينك شربوا مي شربوا مي صار فاضي الاكل هواي قام الذبه ولازم شوي شوي هو الزيت تحب المبرود تجيبهم هاي التنكات مع زيت بالطبخ يخبل والله بس عباك تصيح علينا شفته اول بدايه اقول لك جوعانه جوعانه كباب شاي شاي لا مو يشوفون بزونه بالشارع هيك جوعانه هاي طواكل خطير الجو بارد ما يتحمل طيب والخدعه عصبه بعد كم يا عشاء وثايه تلقى تعجبك بس حط حبايتك هاي شبعت